وقلنا الانواع بتاعته والاسباب. فاضل لي بس كده كام حاجه صغيره. اولا انفستيجيشنز فور لونجست، لما بقول انفستيجيشنز فور لونجست عندي لابوراتوري انفستيجيشنز، وعندي حاجات ايمج اشعاعات، وعندي طبعا الحاجات الانترفنشنال او الانسترومنتال. يعني اولا اللاب سهله جدا، ممكن عملناها كتير. يعني لما اقول لكم اللاب هنعمل التوتال بروفيل دايت واند دايت، هنعمل الليفر فانكشن، هنعمل القرنيه الفوسفاتيل، هنعمل الستول سيركو بايولوجي، وهنعمل في اليورين يورو بايولوجي. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ جلطه سريعه، لو عندي دلوقتي هيموليتيك جونز، لو عندي هيموليتيك جونز هيبقى التوتال بروفيل طبعا والدايركت، لكن الدايركت ليفر فانكشن نورمال، ما عندكش باك ليفر بيساعدني يعني نورمال ليفر. لما احسب الاستريكو في الاستول واليورو بايولوجي في اليورين الكلام فوسفاتيل نورمال، ما عنديش فيه مشكله خلاص. دي حاجه اسمها ليفر. لو عندي اوبستراكتيف جونز نفس الحاجه بقى، لو عندي اوبستراكتيف جونز يبقى توتال بروفيل دايركت الدايركت الكلام فوسفاتيل عالي جدا. يعني هتلاقي كده سهل كده يعني ماركت اليفيتد، هقلله اكتر حاجه بتعلي هو اكتر حاجه بتعلي الكلام فوسفاتيل طبعا هو الاوبستراكتيف جونز. وده السبب ايه؟ لما احسب الاستريكو في الاستول ها؟ واليورو بايولوجي في اليورو هيبقى قليل تمام؟ وليفر فانكشن في الاول نورمال ليفر ميدي افكت ده بيحصل في الروبس. نمره ثلاثه الهباتو سيلولر التوتال بالروبن دايركت بالروبن، والاستريكو في الاستول واليورو في اليورو. طب ازاي ده؟ عشان ما عرفش يحصلوا ابديت فكله اتجه الى ايه؟ كله راح ناحيه كده، فاهمين ولا ايه؟ الليفر فانش طبعا لازم تكون افكتد، الكلام مش مفيد عالي مع الليفر ايفات بس حاجه على خفيف كده، في مشكله في الكلمتين دول يعني كالوريات وانفستيجيشن زي فيها اي مشكله؟ لما كان بعمل ايمج بقى ممكن اعمل الترا ساوند. الترا ساوند وسي تي على فكره بتعملها في كل الحالات. حاجه حاجه لو عندي دلوقتي هيموليتيك، مش احنا خدنا قبل كده الهيموليتيك انيميا، وبالتالي الهيموليتيك انيميا هتعمل هيموليتيك جونجس، هيكون معاه هيباتو بينوميجيك ممكن يبقى له السونار. اوكي؟ ممكن طبعا مش كده؟ الا السيكل سيل ممكن يحصل معاها هيباتو ميجيك بس اللي بيحصل معاها اوتو تريننج مش كده؟ الحاجه الثانيه لو انا عندي دلوقتي اوبستراكتيف، لو عندي اوبستراكتيف هل الالترا ساوند هيفيدني في حاجه؟ طبعا هو ده مش اوبستراكتيف. يعني لو في مثلا دلوقتي حصوه ولا حاجه في اصلا لما حد بيروح للدكتور وواحده ست وشك ان عندها مشكله في المرارة بيعمل لها ايه يعني؟ يعمل لها الترا ساوند، يبص على الجول بلدر هل فيها التهاب، وبعدين يقول لها كالكولر ولا نون كالكولر بوليسيستايتس. هو مين اللي بيحدد كده؟ هو ده الالترا ساوند. وقلنا كمان الالترا ساوند ليه دور حلو قوي. لو كان عندي اوبستراكتيف جونس واشوف اذا كان اكسترا هيباتيك ولا انترا هيباتيك، لو لقيت انترا هيباتيك بيري راديكال زايزيشن هيبقى ده اكسترا، لكن لو لقيت اتنويتد صغيره او مش باينه يبقى ده يبقى السونار مهم. طب لو كانت يا دكتور حد في هيباتو سيلولر هل السونار مهم؟ ولا نهار ابيض الاقي الليفر سيروتد، الاقي الليفر شراكت صغير، الاقي السبرين موجود، لو في اسايتس اعمل له ديتكشن. يعني ايه رايكم في السونار؟ مهم جدا. طب البلين اكس هي العاديه جدا والله في الامراض دي مش هتبان حاجه بس شاطره. لو كان اوبستراكتيف وفي عندي ستون ممكن تبان، لان ستون دي حصوه ممكن تبان، فاهمني ولا لا؟ لو في كالسيفيك بنكرياس، هو ايه داخل البنكرياس في الموضوع؟ كانسر هيدو بنكرياس، او حتى لو في كرونيك بنكرياتايتس وحصل معاه انفلاميشن شديد وحصل معاه شويه كالسيفيكيشن، فالكالسيفيكيشن يبان لي كانه خط كده ايه؟ كانه خط ابيض ممكن يبان طبعا جدا. طب لو مسكنا حاله هيباتو سيلولر لا مالهاش لازمه. يعني الاكس راي ممكن يبقى ليها دور بس في حالات الايه؟ الاوبستراكتيف. اوكي؟ وزمان على فكره قبل الالترا ساوند كان الاكس راي دي يقول لك مشكوك فيها الليفر والدنيا، بس خلاص ما بقاش ايه؟ ما بقاش حد بيعتمد عليها بقى، عدد الالترا ساوند وحاجه سهله ورخيصه وثواني تطلع لك كل حاجه. في حاجه اسمها باريوم سوالف. بديله الباريوم، الباريوم ده بيمشي في الاسوفجس وبعدين ينزل على الاستومك، وبعدين بعد الاستومك يطلع على الديودينم كده. بص يا ولاد المنظر اللي هو حرف السي ده، هنا في الهيدرو بنكرياس شاطر فين بقى؟ ايه رايك لو الحته دي كلها كده منوره ده واخد ايه؟ واخد باريوم اهو. فالمفروض دي ليها مساحه معينه، لو لقيت حجمها كبر كده حجمها بقى عامل كده، يبقى عندي وايد لوب اوف ديودينم يعني بقى واسع، يبقى عندي حاجه من هنا وسعته. مين الحاجه اللي انا وسعته؟ اكيد يا كانسر
هاتوا البنكرياس مفهوم ولا لا؟ دي حاجة. الحاجة الثانية في اولاد تيومر بيتحط اسمها ايه اصلا سكند بارت اوف ديودينا كان بيفتح الكومن باير داكت والبنكرياس حاجة اسمها امبولا او بنكرياس مرات يطلع تيومر هنا بس التيومر ده بيبقى بيتحرك كده ليه شكل معين فلما عملوا البريم لما عملوا كده في جراحة تفصيلة يعني لما جم عملوا له بريم لقوا ان التيومر ده ليه شكل عامل كده يعني لو المنظر ده لو الشكل ده قالك مكان الفتحه بقت ده الفتحه بتاعت الكومن بتاعت البنكرياتيك وفيهم كده زي حته طالعه يعني فقالك عامله زي حرف اربعه الانجليز ما عندهمش اربعه فسالوا ايه؟ قالوا كانها ثلاثه او ثري بالمشقين يعني ثلاثه كده مقلوبه فالمنظر ده بتاع البري امبولاري تيومر يعني ببساطه لو انا عملت له باريم ميل ممكن تقول لك اذا كان عندي وايد لوب اوف ديودينم يبقى عندي كانسر في البنكرياس لو لقيت اللي هي انفيرتد او ريفرس ثري مانر معناها فيري امبولاري تيومر يعني ممكن تفيدني في التشخيص احيانا طبعا السي تي سكان والام ار اي هيجيب لك الكلام ده كله يعني ممكن تعمل سي تي السي تي سكان اصلا تقول لك اذا كان عندك حاجه السي تي يعرفك شخص الكانسر اللي موجود عندي كده شخص لو في عندي فيري امبولاري تيومر بسهوله يعني ممكن تشخصها بمنتهى السهوله عن طريق السي تي والام ار اي اوكي فانا بعمل برين اكس راي ممكن اعمل حاجه اسمها باريم ميل لو كان عندي ليفر سيل فيلير وفي سيروزس ممكن اعمل باريم اسوار وانتوا عارفينها باريم اسوار هنا عشان لو عندي سيل فيلير هو انا مش هشخص ان انا يعني مالهاش علاقه قوي بالحاله بتاعتنا كان بقول لك ما هو مع الليفر سيل فيلير ومع الفاسكولار دي كومبنسيشن ادي كمان معانا بورتال هايبرتنشن تمام يا ولاد هاي دي حاجات ايمج معانا الترا ساوند معانا سي تي معانا ام ار اي معانا باريم اسوار ومعانا باريم ميل هذه كلها حاجات بتتعمل فيها حاجات يقول لك ايه حاجات ايمج ماشي كده انسترومنتال بقى انسترومنتال في كلمه دي ار سي دي مهمه جدا 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 اهم هنا البكره يعني اهم حاجه يا ولاد اندوسكوبي بالمنظار ريترو جريد بمشي عكس الاتجاه كولانجيو اللي هي الكومبايل داكت وبنكرياس طبعا بنكرياتيك داكت وجرافي جرافي يعني انا بعمل ايه بدخل بالنظار هقول لك بس بدخل بالنظار كده وافضل ماشي هنا انا جيت انا عند الفتحه بتاعت مين؟ الكومبايل داكت والفتحه بتاعت مش هدخل لسه اروح جاي كده هنا النظار ده اصلا مجوف يعني في انابيب جوه اروح عايز السله فالسله هتمشي فين؟ في الفيلر كده تبدا تقول لك بقى انت عندك سنتر في الكومن بايل بارت اهي في غالبا حصل ولا في ستريكشر ده حاجه ضغط عليها من بره ده لينكرو ضغط عليها فاهمني ولا لا؟ وكمان في البنكرياس بارت عشان لو عندي حاجه في المكان ده تقول لك يبقى انا دخلت عكس الاتجاه بتاع القنوات هو دلوقتي البايل والبلروب ماشيين ازاي؟ مش ماشيين كده؟ فانا دخلت ازاي؟ كده يبقى انا ماشي عكس ليه؟ عشان كده كلمه ريتروجريد كولانجيو دخلت فيه البنكرياس ها وكمان بنكرياس اللي انا دخلت فيه البنكرياتيك وقعدت اصور حلو كده دي اول حاجه يبقى اول نقطه ان ليها دايجنوستيك فاليو ان انا شخصت عندي اوبستراكشن عندي ناروي عندي مصيبه عندي حاجه في مكان ما هتبدا تبان معايا بس كمان ليها ثرابيوتيك ازاي سهله جدا قلناها المره اللي فاتت مثلا عندي حصوه سادر كومون بايز بتعمل ايه؟ ادخل اعمل ايه؟ انا ادخل بمنتهى السهوله هشيل طبعا على فكره تدي نتيجه رائعه يعني تقعد تشيل الحصوه ولا الاثنين ولا اللي موجودين بيوسع المكان خلاص الدنيا بتمشي والبلروبن والبايل بينزلوا يبدا البرايتس يروح ويوم والتاني تلاقي النسبه بقت طبيعيه جدا يعني اصلا يحس باستجابه رهيبه او مرات يبقى تيومر مثلا تيومر وبعدين ايه كولانجي وكارسنوما حاجه رخمه عارفين سد القناه كده سدها على الاخر يعني فالبايل مش عارف ينزل فيدخل يركب فيها ستنت زي بتاعت الكورونا فاكرين ستنت دعامه هذا راكب ده معاه بلاستيك ولا ميتال على حسب بقى النوع بحيث ان هو يخليها بيتا هو هو ما عرفش التيومر بس عمل ايه بايه؟ السيمبتوم اللي موجوده عند العيان فهمني دي مشهوره جدا وحاجه مهمه جدا 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 الاي ار سي بي يتميز ان له دايجنوستيك فاليو طيب في حاجه اسمها بيركيوتينيس عبر الاسكان ترانس هيباتيك كولانجيوجرافي بيجي في الليفر ويطلع الليفر بالاقرى صعب كده كده ويحط السبله فالسبله هتمشي مع البايل يلا كمل مع البايل هتمشي فين؟ سيستك دارك مش كده ولا لا؟ هو تروح متحده مع الهباتك دارك عشان يعملوا تنزل فيه الكون بايز اكتر وتمشي واخد بالك؟ فيصور مين كده؟ ها بيصور ايه اللي هي الحاجات اللي موجوده في الليفر البايل كانت كلها صغيره ويصور السيستك والكون بايز اكتر مثلا لكن طبعا واضح ان حاجه دايجنوستيك مثلا
بعدين انفيزيت مش حلوه يعني. تقول لي ماي ار سي بي انفيزيت بس حلو. بس حلو يعني حاجه هتساعدك في الاثنين. في حاجه اسمها ام ار سي بي حلوه برضه. ام ار سي بي هو بيدي الصبغه انتراديناس. بعدين يروح يصور هي هتمشي هيروح يصور المنطقه بتاعت الليفر والبنكرياس والكلام ده. بص لو بيعتمد على هنا الرنين المغناطيسي يسلطه على هذا المكان ويشوف القنوات المناعيه طريق الرنين. هو بيبص بيبص وما دخلش جوه. هي دي بتديك فكره عن طريق ايه؟ بتديك فكره ايه؟ انت عندك سده فين؟ اي حته اللي مدونه بنكرياتك ولا بينيال ولا ايه بالظبط؟ لكنها دايجنوستيك وليست بس فيها ميزه. عشان كده هما بيعملوا ايه دلوقتي؟ على حسب الامكانيات بصراحه. في مستشفى عندنا او في المستشفيات عموما مفيش امكانيات. انت لو عندك اي ار سي بي يبقى حلو قوي. فاحنا عندنا اي ار سي بي، عندنا اي ار سي بي في البطنه واي ار سي بي في المغطنه، واخد بالك؟ وحتى تبع الجراحه في اي ار سي بي. فالدنيا حلوه لما يجي حد مستشفى الجون ويعمل سونار يلاقي انتر هيباتيك فيليا راديك فيليا يقول لك انا اعمل له ايه؟ اي ار سي بي. ادينا بنشخص وفي نفس الوقت فاهمني ولا وده المتبع. الام ار سي بي بتاع الناس الدلع شويه. هو على فكره هو ده المنطق، يقول لك اعمل ام ار سي بي الاول. لو لقيت في حاجه لا تشيلها فاهمني ولا لكن الفكره فين؟ التكلفه يعني حاجه غاليه جدا. طب لو قلت طوابير الام ار اي عامله ازاي يعني الناس عشان تحجز ام ار اي؟ لو انت رحت النهارده وانت ليك هو في المستشفى وبتاع وعايز تحجز كام؟ عايز تحجز رنين ولا حاجه يقول لك اه قدامك شهر قدامك ست اسابيع تاخد تاريخ مش عارف ايه. قصه يعني. فبالتالي الاي ار سي بي طب احنا هنعمل الاثنين مباشره يعني دايجنوستيك وثيرابيوتيك في نفس الوقت. من ضمن برضه الحاجات كانسترومنتال يعني يقول لك نعمل له لابروسكوب. ايه لابروسكوب؟ بنظر البطن. بصوا يا ولاد هتاخدوه في الجراحه ان شاء الله. طب دلوقتي اللي بيعمل المراره او اللي بيعمل تكميم المعده او الحاجات دي كلها بيعمل ايه؟ هو بيعمل فتحه هنا وفتحه هنا بس، ساعات بيعمل اربع فتحات. يدخل بالمنظار يقعد يبص كده على كل حاجه، يقعد يمشي في البرنامج ده يبتدي يتفرج. ولو عايز يعمل حاجه بيعملها برضه دايجنوستيك و ثيرابيوتيك فاليو. دي من ضمن برضه الحاجات المتبعه تمام؟ في حاجه اسمها ليفر بايوبسي قديمه صح؟ ليفر بايوبسي هتفيدنا في حاجه؟ تدي مثلا حاجه زي مثلا برايمري بيليا ريسيروز وانا محتار دي حاله اوبستراكتيف جون بس اعمل له ايه يعني؟ اعمل ليفر بايوبسي وريح نفسك. بص يا دكاتره عندي خمس حاجات انسترومنتال اي ار سي بي وام ار سي بي خلصنا منهم بتاعت الليفر بريكلي فينس ترانس هيباتيك كولانجيوجرافي اي كلام محدش بيعملها. ليفر بايوبسي ربما محتاجها زي البرايمري بيجر سيروزس او لابروسكوبي. يبقى دي خمس حاجات اسمهم انسترومنت ماشي كده. الحته اللي بعد كده حلوه قوي ومهمه في نفس الوقت اللي هو الدايجنوستيك ابروتش. يعني ايه؟ انت دكتور محترم وقاعد في عيادتك المحترمه جدا وجالك مريض كل مشكلته عنده جوندس. هو عنده جوندس انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز اعرف نوعه واكتره يعني هو اي نوع من الثلاثه مش كده؟ وعايز اعرف ايه؟ طيب وعلى فكره دي اجمل حته في المنهج من اجمل الحتت في المنهج اللي بيعملوا فيها دايجنوستيك ابروتش. دايجنوستيك ابروتش يعني ايه؟ انا عايز اوصل للتشخيص عن طريق الاسم عن طريق الجنرال اكزامينشن عن طريق اللوكال اكزامينشن عن طريق الانفستيجيشن ده اللي عايزين نعمله مع بعض حلو كده؟ وعلى فكره تحس ان الكلام ايه؟ هو كلام متعاد تاني بس هو بطريقه. ودي انصح يعني اي سؤال دايجنوستيك ابروتش يقابلك اعمله بالشكل ده هتعرف. يعني انت لو عارف الدرس هتعرف تعمله بالمنظر ده. اول حاجه هيستوري طبعا كالعاده بيرسونال هيستوري شكوى المريض طبعا دي اللي هو بقى يلوش بالستريشن خلاص هيستوري اوف بريزنت النس دي اللي عليها اللعب كله باست هيستوري وفاميلي هيستوري. بعد كده عايزين نعمل له جنرال اكزامينشن. بعد كده عايزين نعمل له لوكال اكزامينشن. لوكال اكزامينشن عايز افحص ايه يعني؟ عايز افحص الليفر عايز الاسبرين مش كده؟ عايز اشوف لو في اسايتس. هما الثلاث حاجات بتوع الجول بلادر من الحاجات طبعا المهمه تمام؟ بعد كده عايز اعمل له انفستيجيشن. عايز اعمل له خمس ست حاجات لاب. عايز اعمل له خمس حاجات ايمج وعايز اعمل له خمس حاجات انسترومنت. يلا اولا بيرسونال هيلث طبعا هو الشكوى بتاعت المريض ايه؟ يلوش ديسبريشن دكتور انا عيني صفرا. الشكوى انا عيني صفرا صح؟ فسعادتك طبعا كبيرسونال هيستوري هتفرق معانا هتفرق. يهمني في البيرسونال هيستوري ثلاث حاجات السن والسكس والهابت وممكن في المصريين طبعا تزود الايه؟ الانكيوبيشن يعني.
دكاتره انتوا عارفين الحته دي. يلا هل السن فارق معاك؟ يعني واحد عنده جون بس هل سنه هيفرق معاك؟ هو غالبا الحاجات الايه الهيريديتري 30 يا مش كده ولا ايه؟ ولو مثلا في السعوديه السكر السيل دي مشهوره عندكم، لكن عندنا في مصر، في مصر دايما ايه؟ طيب 10 15 سنه فرق، حتى اولاد برضه 20 30 سنه عندنا فرق الوزن. انا ده الفرق ساعات بتيجي في سيزونز كده وانت عارف في عيلتك تلاقي يكون حتى اللي داخل لك جونز واصلا بيكون اكيوت فيروس هيبتيتس، كانوا في الشارع مش عارف ايه المنطقه كلها خلاص فيها ايبيديميك ويب، وده مشهور جدا في الصيف يعني. هتلاقي في الصيف بقى الاكل بايظ مش عارف ايه، فيحصل عندنا هو احنا على مدار السنه موجود، لكن اكتر حاجه هتبقى في الصيف، اوكي؟ فدي مهمه، هتلاقي السن دايما ايه اللي هو اليونج ايج والميدل ايج. طيب مثلا بقول لك سانسر هيدر بانكريس دي محتاجه حد يلازمه بيها، جالي جوندس اوبستراكتيف جوندس سن كبير بخاف جدا من السانسر هيدر. ستات ورجاله فرق؟ طبعا هو الانفكشن رجاله زي ستات، يعني هو الراجل زي الست في حدوث الايه الفيرال فايروس والكلام ده، لكن الكالكولر جول بلادر اكتر من ودايما الستات في سن الايه؟ الاربعينات وغالبا الست يعني اللي هي ايه بتاكل اي حاجه والفرتايل غالبا خمسه سته وبيز، وتعمل دايما كالكولر جول بلادر كالكولر كوليسيستيتس وتنزل تقفل وتعملها اوبستراكتيف جوندس، لكن الرجاله طبعا قلنا ايه؟ كانسر هيدر بانكريس. الهابت فرقه معانا؟ عشان طبعا الكحوليات ونقطه في مصر كمان تقول الريزنس عشان اذا كان عنده او تقول يعني اذا كان هو سوري اسف الاوكيوبيشن اذا كان عنده اذا كان جراح ولا حاجه الهباتيتس ماشي. هيستوري اوف بريزنت النس دي اللي فيها اللعب كله. الهيستوري اوف بريزنت النس على فكره ده اللي عملناه في الكلاسيك وقعدنا نشرح موال كبير عشان نوصل لها، وانتوا هتقول انا مش هكتب بس عناوين اونسر كورس ديوريشن هقول لون البول والبراز بين بروريتس بليدنج بايريكسيا قلنا بين بروريتس فضل واحد في انوريكسيا نوزيا فوميتنج وكاشيكس. يلا اول حاجه اوصل فور ديوريشن فرق؟ فرق؟ عايز اربع اسئله اكيوت اوصل ريبريسيف فورس عندي جوندس دي مره واحده وخف الحمد لله دي كام يعني ده اكيوت بقى يا بايس اكيوت اوسط وانترميتنت كورس خليكم فاكرين انترميتنت ده عشان نسال فيها كمان شويه. نمره ثلاثه جراديوال اوسط بروجريسيف كورس خلال شهرين ها جراديوال اوسط بروجريسيف كورس خلال سنتين ثلاثه سيروز. لو سيبنا كلمه انترميتنت انترميتنت جوندس هي هي ميكارد جوندس انترميتنت هي 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 جيلبرت مثلا كوليسيس اوف بريجنسي كورونيك اكتيف فيري امبولاري تيومر هيموليتيك كرايسيس مش دي حاجات درايس ادويه بياخدها مش دي كلها قلنا حاجات ربما تؤدي الى ريكارنت جوندس ولا ايه؟ فنحطها في الاعتبار. هل الكلر اوف يورو الاسطول فريق معانا؟ سهله وقلناها كتير يعني مثلا بقول لك هيموليتيك هيبقى عندي نورمال يورو لكن عندي دارك وقلنا هيبقى اليورين دارك في ثلاث احوال فرق معانا اوبستراكتيف حصل الكلام ده؟ طيب لما يكون عندي اوبستراكتيف جوندس دارك فروزي يورين ويبقى عندي بيل او تي اي اللي هو سكوت لو عندي هيباتو سيلر وقالوا على اوبستراكتيف يبقى عندي دارك يورين بس مش قوي وبيل سكوت بس مش قوي فاكرينها. طيب بين فول جوندس بيوجع بالراحه دايما اوبستراكتيف صح لو مسكنا الكالكولر يبقى عندها بيل بيكون وجع هنا وسامع دايما في الشولدر او في الباك لو عندي كانسر هيدرو بانكرياس ها على فكره ده درس ولا درس يعني هيبقى عندي هنا ايبيجاستريك بيل شوفنج جيتو دي باك وبيتحسن لما بين لقدام كده ها لما بين لقدام كده يبدا يعني ايه؟ لا يتحسن شويتين فاهميني ولا لا؟ كذلك يا ولاد اللي عندهم هيموليتيك كرايسيس عندهم الام هو مش الكرايسيس فيه تكسير زياده عظم الجسم بيعمل ايه؟ بيحاول ان هو يطلع طب هو عشان يحاول ان هو يطلع يبقى عنده صداع مش هو ده كان سخونه ورعشه ودوخه وغلغله وصداع والام عنده آلام في جسمه كله عشان يكون مرض يحاول يعصر أو يطلع الحاجة اللي عنده حصل ولا إيه؟ فدي كلمة مهمة. بروريتس. ها؟ مع الأسترخاء. إيه الميكانيزم أوف بروريتس؟ فالكوت مع الأسترخاء. بيعمل إيه؟ وإيه كمان؟ بروتا جلاند اللي بتحول وبرضه ممكن تعمل إيديشن بتاع الجيب والجوين ريسبتوس مع هي شغالة بيبدأ يقل هيبدا يحصل بقى الوزدرور افكت تبدا مش مشكله؟ طيب بليدنج مع حالتين
اوبستراكت كويس يبقى له صفر. اوبستراكت عشان ايه؟ فيتامين دي ما اظنش وهيبقى له صفر عشان المصنع مش شغال. الفرق ازاي؟ لو هو يدي له بارنترال فيتامين لو اتحسن لو فضل زي ما هو لان المصنع اساسا مش شغال. ماي ريسك ولا سؤال مهم؟ يا هيموليتك يا هيباتوسيلر يا اوبستراكتد يا هيموليتك. اي اكسسيف ديستراكشن للار بي سيز معاه جولد وفي نفس الوقت بيطلع بايروجين بيرفع درجه الحراره. وقلنا امثله زي ايه؟ هيموليتك كرايسس، ملاريا، قرص التعبان، انكوباتو بلاد ترانسفيوجن، كل دي حاجات فيها اكسسيف ديستراكشن فبالتالي هيبقى فيها جولد ومعاها فيبر. هيباتوسيلر انتوا ليفر سيل فيلير يا ولاد، هو اللي عنده ليفر سيل فيلير مش عنده جولد؟ شارك شارك مسترايات لما بيبقى عندي سده مش الفايروس بالروج اللي عمره يعملوا اسيندنج كولانجيو هيباتايتس. وانتوا لو دكتور عملي ما بتذاكرش خالص بتريجن يعني. طب فاكرين شارك مسترايات ده بيتكون من ايه؟ طيب فيبر وجوندس ورايمو يعني هزود على الاثنين معايا كلمتين كلمه رايمو فيها مشكله. طيب الجي اي تي ابسيت انوريكسيا نوزيا بوتك بالهداوه بالهداوه ركز معايا. واحد دلوقتي عنده اكيوت فايرال هيباتايتس مش عنده جونز عنده انوركسيا. حتى انوركسيا ليه؟ اساسي كده ولا الكحوليات شغلها؟ ويبقى عنده شويه ديستنشن والكلام حصل. الحاجه الثانيه لما اقول لك واحد عنده كانسر يدو بانكريس او حتى عنده بيجا ريكورد يعني في ابدومينال بين بيحصل ريفلكس بيجا ستيميوليشن يعمل انوركسيا نوزيا بومبنج جي اي تي اسيد مهم ولا لا؟ طيب لما اقول لك ويت لوس يا دكتور انا من ساعه ما عيني سبر كده بقى لي شهر انا خسيت 10 15 كيلو بقول له يا نهار اسود ده انت ايه؟ فانت على طول يعني ماركت ويت لوس يقول لك انا بخس جامد قوي انا بخس جامد قوي. ها دي معناها بالنسبه لنا ان احنا على فكره اللي عنده اكيوت هيباتايتس بيخس شويه. اللي عنده ليفر سيل فيلر بيخس شويه لكن ماركت ويت لوس هو بيخس جامد بيخس جامد مره واحده. ها دي معناها على طول ايه؟ ها كلمه مايجنس. في مشكله في الكلمتين دول؟ حد متعسف على فكره الكلام ده متعاد ولا ايه؟ طيب بص هي الباص ده في اي مكان في الدنيا تشمل كورونيك ديزيز اوبريشن سترايك هيلث. طيب كورونيك ديزيز تفرق معايا تفرق معايا يعني مثلا لو عنده باص تيستر لاي حاجه من دول فتسال عليها كمان تساله عمل عمليات خدنا اللي جنبه في مصر ومن دول بياخد ادويه هو في دراج انديوز جونز طبعا ممكن يكون بياخد دواء عمل هيباتايتس دواء عمل كوليستيس كونترا زيبت البيلز مثلا هذا دي كلها حاجات فلازم تساله اذا كان بياخد ادويه ولا لا إذا عمل عمليات ولا لا مش كده؟ إذا كان في أمراض مزمنة ولا لا لابد من حضرتك تسأل عليه مش كده؟ فاميلي هيستوري مهمة؟ قولوا لي ست حاجات في هيريديتري جونز. واحد. روبين جونسون ثلاثة. روترز أربعة. هيريديتري سيروز اللي هم مين؟ اللي هو أكبر وسته هيريديتري هيموليتيك انيميز اللي هم كل الكروفاسكولار ما عدا البروسيسور دكتورنا هيموجلوبين يا صباح الفل حصل ولا ايه؟ عشان عندي ست حاجات اسمهم هيريديتري جونز انا ست حاجات اسمهم هيريديتري جونز عشان كده لابد ان انا اسال عن الفاميلي هيستوري. في مشكله في الهيستوري؟ على فكره الكلام ده يعني انت لو جالك دايجنوستيك ابروش هتكتبه ولو عندي حاله كلينيكال فيها جونز هتكتبه والكلام ده تذكرونا بالخير السنه الجايه. يعني لو حاجه في الجراحه اسمها اوبستراكت جونز. واخد بالك؟ والله بصوا لو قلت الكلمتين دول كده انت عارف الكلمه دي. واخد بالك؟ هم بيقولوا كلمه بص في الجراحه انت لما تقول الحاجات دي كلها بالشياكه صراحه هيبقى شكلك تحفه يعني ما انت عملت هيستوري رائع. الجونز مهم على مدار سنينك كلها. تعالى للجنرال ريكومنديشن بالهداوه كده وبالراحه. مش انا بتكلم على جونز؟ يعني نقول الاسكيلين فارق معانا؟ لو كانت هيموليتيك ها؟ ولو كان اوبستراكت ولو كان هيباتوسيلر اورانجيلو. طيب هو الهيموليتيك سببه ايه؟ هلاقي فيتشر سوبرانيا حد موافق؟ هلاقي فيتشر سوبرانيا. طيب والهيباتوسيلر سببه ايه؟ ها؟
ليفر سيلفر الاورجانيك بيكشر بتاعك وكل الكلينيكال بيكشر بتاعك يبقى قايم على كفاله السولر اذر مانيفستيشن. طبعا هو كاتب لك يعني ايه في الجدال اذر مانيفستيشنز اوف ليفر سيلفر في الجبهه ايه؟ ما انت مش هتقول ليفر سيلفر هتقول لي بقى هتقول لي مثلا صفرين ولا حاجه هتلغي على المانيفستيشنز اوف ليفر سيلفر مثلا يعني لو كان اوبستراكتيف لوردس في دكات لو كان اوبستراكتيف تلاقي عنده اسكيموتيك باتش مثلا بس دي مشتركه هتلاقي عنده مثلا سكراتشنج ماركرز هتلاقي عنده ساينس برادي كارديا تلاقي اذا انت لازمه مش كده ولا ايه؟ ايه اذا انت لازمه؟ طيب تلاقي عنده لا عندها بوني بين وباثولوجيكال فراكشر يعني كاني بدور على المانيفستيشن بتاعك كل ايه؟ واحده يبقى بصوا بالراحه كده اول حاجه لون الاسكيلا ده واحد مانيفستيشن في الكومبوليتيك انيميا اثنين مانيفستيشن في ليفر سيل فيلير ثلاثه التكات بتاعته الاوبستراكتيف جوندس اربعه وخمسه كاشيكسيا وقول كاشيكسيا كاشيكسيا بالنسبه لحضرتك ايه؟ تساوي مانيجنسي وات ايفر بقى واكتر حاجه معانا اكتر مانيجنسي معانا هنا هو كانسر البنكرياس هي مشكله بس على فكره مش المانيجنس الوحيد يعني ما اقول لكم حاجه برضه لو في ميتاستاسيس في الليفر بصوا يا ولاد بلاش لو في لينفوما او ليوكيميا وكبرت الليمف نود عند البورتا هيباتيس ما هو ده برضه مرجع اصل انتوا ايه؟ يعني نحصل اصل كلمه كانسر هي دي اكتر حاجه لكن ممكن اي مالينس ثاني يؤدي الى تلاقوا ناس اقول لك بلاش يا اخي مالينس لقوا ناس عندها تي بي في حاجه اسمها جلاندولار تي بي عندهم اوبسر في النص هو جلاندولار يعني في الليمف نود فيكبر الليمف نود فلما تكبر كده عند البورتا هيباتيس ما تفهمتوا بقى القصه فممكن ترفع الكون فايل بقى دي لو اوبسر انا شفت واحد عنده مالينس في مكان ما وبعت متاستس للليفر وجاب عند البورتا ها صح ولا ايه؟ فاحنا زاقين نفسنا في حته الاوبستراكتيف جوندس عشان الكانسر ايه صح لكن في مليون حاجه ثانيه ربما تعمل كده خلاص؟ طيب سال حته الجنرال قولوا لي خمس حاجات في الجنرال لون الاسكيليا ما بيتش نوبا هي وكان كان مش بتاعت الاوبستراكتيف وحط كلمه كاشيكس او الكلام ده عشان اذا كان عندي دي كلمه جنرال طيب نمسك الليفر ما تبصش في الكتاب عشان تبص في الكتاب اخبار الليفر ايه معهم ولادك؟ ممكن يكبر شويه يكبر كومبنسيشن بس كبوردر وسيرفس والكلام ده لا عايز يراوند وسوفت وزي الفل مش كده ولا ايه ولا ايه؟ دكاتره معايا لو كان عندي ايه هيباتو سيلر اصلا موفر يعني سيروتك وفايبروتك يبقى صغير صح؟ ويبقى شارب وبوردر وفيرو وفيرو طب ايه رايكم لو الليفر اصلا لوحده الليفر في مريض هيبقى ريجولار بوردر وممكن يبقى هارد كمان واخد بالك ويبقى نودولار كده مش كده؟ طيب يا ولاد ايه رايكم لو كان السبب بتاعنا اوبستراكتيف؟ قول لي في الاول كويس ليفر إيه ممكن يدخل فيه مش احنا في حاجه اسمها برايمري بيريال سيروز وكل الاوبستراكتيف جوندس لو طول يعمل سكندري بيريال سيروز هي نفس الشكل نفس المنظر فبالتالي فحص الليفر مهم في مشكله؟ تعالى على السكرين هو اللي يعمل سيروز مش يعمل بورتال هايبرتنشن وبالتالي يعمل سكرين لا نيجل ده نمره واحد لو كان هيباتو سيلفر لو كان اوبستراكتيف لو عمل سيروز هيعمل سبرين طيب الهيموليتيك ممكن مش هو احنا لازم لما يكون عندي كرات الدم بتتكسر بسهوله هو بسيب السبرين بس في حاجه اصلا غير كده السبرين ده من ضمن الاماكن اللي فيها اكسترا مدلري هيمو بايزز ولا ايه؟ اكسترا بره مدلري بومبر وهيمو بايزز يعني تصنيع يعني بتحاول انها تصنع كعمليه حتى ال 30 مش احنا قلنا سؤال قبل كده؟ لو هو طفل جالك عنده 30 يوم معاه سبرين كبير تشيله ولا ما تشيلوش؟ تشيل الطحال ولا لا؟ بصوا عليا اشيل الطحال ولا ما اشيلوش؟ ما اشيلوش الا لو كان في هايبر لان اصلا مين اللي بيصنع دلوقتي؟ انت تيجي تشيله كمان؟ يعني مش لازم الاسبرين يبقى كبير في حاجه وحشه ممكن يكون كبير عشان بيساعدني فاهمني ولا لا؟ دي احوال الاسبرين صح؟ هل ممكن يحصل اسايتس مع جوندس؟ امال انا هقول لك حاجه يا دكتور اقول لكم حاجه جوندس واسايتس جوندس واسايتس ليه بس مش دول كانوا اثنين من الثلاثه الكبار؟ حط عليهم انتيفيروس كسر مش كده يا ولاد ولا ايه؟ بص يا جماعه عشان جديده الجول بلادر الجول بلادر فيها حاجه اسمها كوربس واردو كوربس بار يقول ايه كوربس واردو بيقول لك ايه؟ بيقول لك كبيره وما بتوجعش وصغيره وما بتوجعش الجول بلادر كبيره وما بتوجعش او صغيره وما بتوجع كبيره وما بتوجعش زي ايه؟ واحد دلوقتي عنده كانسر هيدو بنكرياس وضغط على الكومن بايل مش هو موبايل باك دي حصيله ايه؟ لا
الياباتك هو سيستم، يبقى البشر هو سيستم بقى. بتبدأ الجول برادر ايه؟ هتكبر، يبقى المالجن زي ممكن يعمل في الجول برادر يبدأ يكبر. بس هل الجول برادر شخصية فيها مشكلة؟ هي عمالة تكبر بس، فتلاقي نفسك حاسس مين؟ حاسس الجول برادر بس مش بتوجع. فاهمني؟ بص النموذج الثاني، واحدة ست تخينة وبتاكل كتير وعندها مش عارف ايه، عندها كورونيك كالكولار بوليسيستايتس. ركز، كورونيك مزمنة كالكولار في حصوات، بوليسيستايتس يعني التهاب، يعني الحصوات اللي قاعدة دي مش قاعدة وخلاص، قاعدة عاملة ايه؟ ما كانتش بتنفع عاملة التهاب. فالست دي، لا الست دي عشان الموضوع بتاعها كورونيك، احنا اتفقنا قبل كده مع اي كورونيك انفلاميشن مش بتيجي خلايا اسمها فايبروبلاست. قصدها شريف؟ قصدها شريف، قصدها ايه؟ بس ده الجول بدر حجمها ده ايه؟ مع ان الحصوه نزلت وسادت الكومباير ده، خد المره تبدا لا ما كبرش، انها اصلا فايبروتك فايبروتك، بس تيجي تدوس عليها لا توجع. فاهم حاجه؟ يبقى هي صغيره بس ايه؟ لو كان السبب كالكولر، لان معانا كولي سستايتس وصغيره انها فايبروتك. اما لو كان مالجنت اوبستراكشن فهي كبيره لكنها مش بتوجع، ما فيش فيها انفلاميشن. والله ولا انت فاهمين اي حاجه. يعني ايه كورباسور اللي هو؟ كبيرة وصغيرة ليه كبيرة ما بتوجعش؟ شخص ريدو بنكرياس ولا حصل؟ حصل استيزس، هل فيها انفلاميشن؟ فكبرت براحتها، هل في فايبر بلاست او فايبروزس يعيق الحركة بتاعتها؟ عمالة تكبر وخلاص؟ مش كده؟ الاحتمال الثاني تبقى صغيرة وبتوجع وتبدأ تدوس على مكانها بتوجع. وده لو كان عندي كرونيك كالكولار بوليسيستايتس، هي ما كبرتش انها فايبروتك مع كرونيك انفلاميشن وبتوجع لان في عندي انفلاميشن. انتوا بتعملوا زي ديتكشن للناس اللي اشتغلوا بطل بقى، ازاي تطلعوا الجول بدر؟ من اول الليفر؟ لا، من الليفر. خط من الليفر ويطلع الامبريكاس ويطلع الكوست الحمراء، يعني ليك لايك كده. واوصل انا الجول بدر وبعدين احط ايدي الشمال عليها كده واطمي ده واقول له خد نفس عادي. لو هي فيها بقى انفلاميشن يجي ياخد نفسه يروح موقف نفسه مره واحده ويزق ايدك، يبقى دي اسمها نيرفس ساين. هنعملها ان شاء الله في الكلينيك، دي اسمها نيرفس ساين. وجود نيرفس ساين معناه ان انا عندي انفلاميشن في الريس. فاهمين حاجه؟ معناه ان في انفلاميشن في هذه الجلطه، سواء كانت كبيره ولا مش كبيره ماليش دعوه. هو الشاهد دلوقتي انها بتوعي يبقى عندي فيها بس التيومر ما بيوجعش. التيومر ما بيوجعش خلاص، التيومر مش هيوجع لكن ممكن ان هو يكبرها. واضحه وجامده ولا في مشكله؟ خلاص؟ يلا خلصوا لي الحته اللي جايه. انفستيجيشن السته ولا الخمسه اللي فيهم مشكله، يعني البيلروبين والليفر فانكشن والجلاندوسايتيز والاستيريكو. الله يبارك لكم، والله الاستيريكو في الاسكول واليورو في اليورو. اصل بعضكم ايه؟ فاكر هنحسب الاستيريكو في الدم؟ لا ولا ماليش دعوه، الاستيريكو في الايه؟ لا واليورو انا بقولها كل مره بس انتوا بتتوهوا. ماشي يا ولاد؟ بدول في مشكله؟ طيب الايمج قولوا لي خمسه ايمج. سي في ام ار ار يعني الصور ولا في اكس ري. خلاص كده تقول خمسه لمس، عايز خمسه انسترومنتال. ام ار سي ام ار سي و ار سي تي ام ار سي 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 ام ار. في حاجة ما قلتهاش قولي عايزة ايه؟ لو في كالسيفيكيشن ولو في كالسيفيك بنكرياس هيبقى دكاترة. كل الدكاترة في الامتحانات عارفين جوندس صح؟ كل الدكاترة حافظين الجوندس، كل الدكاترة عارفين الجوندس. فالجوندس ايه؟ اوصيكم بيه طيب. شيستوما او بيفارزيز كلام سهل معاه بسيط ركزوا كده عليه. احنا عندنا بقى في شيستوما هيماتوبيا وفي مانسوراي. هيماتوبيا بنعدى في الديزاين كومبلكسس عند البدر والمانسوراي عدى في الكولون. الاوبا عدى في الكولون او الاوبا عدى في الكولون مش عارفه تمسك فيه، فبتبدا تمشي مع البورتال سيركيوليشن وتروح في الليفر. لما تدخل في الليفر ترجع مع البورتال سيركيوليشن تدخل في الليفر، بتيجي فين في الليفر بقى؟ بتيجي في الحته دي اسمها ايه الحته دي يا ولاد؟ اسمها ايه؟ بورتال. تقعد هنا ولما تقعد هنا تبدا تعمل حاجه اسمها جرانيولوما. والجرانيولوما دي عباره عن ايه؟ هي نيوكاس اللي هي الاوبن وحواليها ايه؟ انفلاماتوري سيلز.
مين يجي يحوط المكان؟ اللي كان قصدها شريف مش كده ولا لا؟ فبنعمل حاجه اسمها بري بورتال فايبروز. لو كانت بري بورتال فايبروز حاجات خفيفه كده اللي هي واحده كده ولا حاجه يقول لك فاين بري بورتال فايبروز، لو كان حاجه كثيفه يبقى اسمها كورس بري بورتال فايبروز، وممكن تبقى ميكس الحتت كده يعني مره كده ومره كده ومره كده ومره كده. المحصله النهائيه يا ولاد ان البورتال بريشر هنا انا قفلت عليها وقفلت هنا وقفلت هنا وقفلت هنا وقفلت هنا، اصبح في الاخر البورتال بريشر عامل ايه؟ يبقى معايا بورتال. وده القصه ده القصه كلها. السؤال هل دلوقتي البلهاريزيزيز دي دخلت جوه الدماغ؟ هل قربت الدماغ صحيح؟ يبقى الوظيفه بتاعت الليفر عامله ايه؟ نورمال. نورمال بس كل ما هناك حاجه عشان اعمل بورتال هايبرتنشن وبعالج دخول الدم هنا الاعاقه بتاع الدخول ده ممكن تاثر شويه على الوظيفه، لكن لو هتصل لمرحله ايه؟ بس بصراحه بصراحه يعني بصراحه بصراحه لو كان الموضوع اكستنسيف قوي 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 ممكن تدمر. ما هو اصلا مفيش غذاء عارف يدخل جوه، ما هو البورتال ده اللي جاي من نيوتريشن لو كله مقفل فممكن، لكن في النوادر في النوادر. وبصراحه في تكست بوك كل الدكاتره الكبار ذكروا منه كان اسمه شيلا، شيلا ده كتب ايه؟ كتب بالهاريزيزيس نيفر كوز نيفر سيلف. بس في مصر في حاجه احنا ما عندناش بيور بالهاريزيز غير في النوادر، احنا ما عندناش بيور بالهاريزيز الا في النوادر. فدايما في عندهم ايه؟ يعني ميكس الباثولوجي اكثر حاجه. لو حتى بيوصل من المصريين هتلاقي ميكس الباثولوجي معاه بالهاريزيز ومعاه في نفس الوقت الباثولوجي، يا اما عن طريق ان هو اتعالج بفلتر ايماتيك 12 حقنه القريه كلها بتاخد بنفس السرنجه، او يكون انتوا عارفين الفكره دي او الطب السكري هتتابع الار ان بتاع ايه؟ الار ان ايه بتاع الباثولوجي سي. فدايما تلاقي معانا ميكس باثولوجي. عموما عموما الاكثر ان هو يعمل بريبورتال فايبروز هي المنسونايت لانها قاعده في الايه؟ قاعده في الكور. حلو كده؟ وده اكثر طبعا بيجي في سن من 10 ل 40 سنه مثلا كان بينزل الترع زمان، اكثر في الرجاله من الستات وهكذا. العيان اللي حصل له بالهاريزيزيس ده لما كانت قاعده في الانتستن عملت ديزن، كان ناخدها مع حاجه اسمها مش عارف التفاصيل، حاجه اسمها بالهارزيال ديزنتري، لكن انا بتكلم عليها لما وصلت للايه؟ لا للليفر. لما وصلت للليفر عملت لي بريبورتال فايبروز بنوعين، يا اما فاين يا اما كورس او ميكسد، وقدرت تعمل لي بورتال هايبرتنشن وتكمل القصه بتاعتها كانها حاله بورتال هايبرتنشن. هنزود في الكتاب حاجه كلمه اسمها ستيجز اوف بالهاريزيزيس. واحد يبقى ده واحد هيباتو بيجن، اثنين هيباتو زينو بيجن، ثلاثة شرانك الليفر زائد زينو بيجن، شرانك الليفر زائد زينو بيجن، أربعة أصايد، واحد هيباتو بيجن. مش حصل جرانيولوما؟ جرانيولوما وجرانيولوما وجرانيولوما جنب بعض في الأول، الليفر يبدأ إيه؟ يكبر. يبقى انا معايا هيباتو ميجري في الاول، فيها مشكله؟ طيب المرحله الثانيه مش حصل بقى يحصل فايبروزس، عمل بريبورتال فايبروزس، عمل ايه في الاسبرين؟ يبقى انا معايا هيباتو سبرين وميجري، يعني الليفر كبير وكمان الاسبرين كبير. الفايبروزس زاد، الليفر يبدا ايه؟ يبقى المرحله الثالثه شرانك الليفر و سبرين وميجري. المرحله الرابعه مش في بورتال هايبرتنشن؟ بورتال هايبرتنشن يبدا يحصل ايه؟ اصايتس. يبقى المرحله الرابعه يحصل معانا اسايتس، مفهومه؟ يبقى لما يكون عندي اسايتس يبقى الليفر ايه؟ شرانك وعايز بريد ويحصل ده لو عندي بالهاريزيز بس. جم حطوا ترم بعدها هنقول ان دي بريماتيور اسايتس. سؤال شاطر بريماتيور اسايتس اللي هو ايه؟ عباره عن ايه؟ اسايتس بيفور ستيج 4 بالهاريزيز، اسايتس بيفور ستيج 4 بالهاريزيز. مش فاهمين يعني لو جه مثلا هيباتو سبينو ميجري ومعاه اسايتس يبقى ده بيبقى قبل الاوان. طب ليه؟ ديو تو لوكال فاكتور، ديو تو لوكال فاكتور از تي بي بروتونايتس اور مالينمنت اسايتس. هو التاني ولا ايه؟ دكاتره المفروض ان الاسايتس بس في مرحله كام؟ الرابعة، يعني يكون شرانك الليفر ومعايا اسبرين. واحد حسيت عنده الليفر وحسيت معاه الاسبرين، يبقى ده المرحلة الثانية، ولقيت معاه اسايتس. يبقى الاسايتس حصل قبل الأوان. لما يحصل قبل الأوان يبقى اسمه بريماتيور اسايتس. وده بيحصل نتيجة لوكال فاكتور. مثلا تي بي بروتونايتس، مالجنانت اسايتس، حاجة تانية هي اللي عملت إيه؟ طيب،
السؤال اللي بيطرح نفسه بشده اكيد انا هسال هذا السؤال دلوقتي حالا يعني دكتور هو البورت لايف بوتنشال الواحد جامد حضرتك على معنى شويه دي طيب هو اصلا هو عنده ممكن يبقى اتصل مع الكورنيسي وبديزيز يبقى عنده شويه مانجا بريشر دايركس بتاع يعني مش لازم الليفر هو اللي فيه الخلل قوي وحتى قال والله السيفير بورتال هايبرتنشن ممكن شويه يعمل شويه اسايز بس ايه مش الماسيف اسايز بتاع الهايبو البومينيا الدنيا واضحه طيب لو عندك حد عنده بالهارزيس بالهارزيا الليفر تعملوا انفستيجيشنز ايه في حاجات لابوراتوري وفي طبعا انفستيجيشنز فور بورتال هايبرتنشن هنرغي فيها وفي انفستيجيشنز اللي هي طبعا البايوبسي اول حاجه لازم هنعمل سكول اناليز ندور على مين هتوفر نعمل حاجه حاجه اسمها ريكتال سناب او ريكتال بايوبسي ها واخد بالك ده معينه ونشوف ان هو معقول او يعملوا مصداق قولون ولازم يدخل من الانس ويطلع على الريكتال والسيجمويد كولون ونقدر ناخد منه بايوبسي ونبدا نشوف محاليره نعمل الايزا ندور على مين بس في مشكله في الانتي بودي ممكن يكون كان صح؟ ها كان عنده بس مش مشكله اهم تعمل نعرف اذا كان عنده ولا ما عندوش فاهمني ولا لا؟ يعني نعملها طيب هعمل بصوا لو طبعا السؤال مش هيجي سؤال ايش السيزومه مش هيجي لكن لو حصل يكتب درس البورتال هايبرتنشن كاملا كانفستيجيشن يا رضا الله يبارك لكم مش احنا مسكنا درس البورتال هايبرتنشن واتكلمنا في الاسباب بتاعه وقسمنا بري هيباتيك وهيباتيك وبوست هيباتيك على غلاف الكتب ولما جينا عند كلمه هيباتيك دي لقينا على اسمه بريسا اسولد قلت لك يكفينا وقلت لك في الهارديا كويس يعني ده عنوان كبير اصلا يعني هو عنوان كبير في البورتا انا مش متخيل واحد يقول لي ادور بورتا هايبرتنشن ما اقولش بالعكس ينفع اصلا يعني هو المشكله اصلا في البورتا هايبرتنشن طب انا بقول لك انفستيجيشن في البورتا هايبرتنشن لا فوكس عايز اعمل فيجواليزيشن نون انفيزيبل كده وديش بس اتراكشن مش عارف ايه تبقى ايه عايز اعمل بقى حاجه انفيزيبل طيب عايز احسب البريشر صح هو الانتراي باسيك بوتش بريشر مش كده ولا لا مثلا وعايز اعمل حاجه للاستروجين البالانس بعمل الافضل النص يبقى لازم يبقى بص الاربع خمس حاجات اللي انتوا بتقولوا لي فيهم كانفستيجيشن فور بورتا هايبرتنشن دكتور من الاخر اعمل ليفر بوتس هتلاقي في البايثرو جرانيوما ها موجوده فين؟ من فيري بورد تلاقي الاوفر في النص وحواليها الانفلامات والسيس في الكوسايد مش عارف البلازما سيس والبتاع ده ثم فايبرس تيشو تقول في منها فايب وفي منها كورس وفي منها ميكس في مشكله في الكلمتين دول طيب عايزين نعالج حاله بالهارزيا البتاع ده عالج بالهارزيا البارد بتاع الاثنين برازيك وانتير برازيك وانتير فور تريتمنت وطبعا عالج البورتا هايبرتنشن سواء ده كان مع السوجيال فايروس ستيف بليدنج او لا طبعا ما يجيش سؤال انتي فايبروتك استخدموا الكوتشيسين واستخدموا حاجات ضد الفايبروز لكنها طبعا كلام ايه يعني نقايه لا لكن غالبا لا مش هيعمل حاجه ماشي يا ولاد ما يجيش سؤال كده ولو حد يجيب لك حاجه انا جايب لك البورتا هايبرتنشن فصعب قوي ان هو يجيب لك سؤال في الهارد ليفل لكن تبقى عارف بيتك فعلا وانتوا اصلا بتربوا فيه ما شاء الله مش مشكله فاتي ليفر فاتي ليفر ياما ناس راحوا عند دكاتره وبتوع عملوا صور وقالوا ده عندك دهون على الكبد حصل ولا ايه؟ فاتي ليفر اللي هو ذا بوزيشن اوف فات ان اكسس اماونت ان ليفر لما بيترسب الدهون على الليفر بكميات اكثر من اللازم يعني دي كلمه اسمها فاتي ليفر اسمها الثاني ستياتوزس اسمها الثاني ستياتوزس ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ هو حد غالبا يا ولاد دايما بيحصل مع الدايبيتيك هو اللي عنده سكر ده الجسم من قريب فالجلوكوز مش عارف يدخل جوه الخلايا اللي فيها طاقه تبقى خلايا ايه؟ تتحلل بقى يحصل لايبوليس فتلاقي الفري فاتي اسيد فتقعد في الليفر بتعملي حاجه اسمها فاتي دي مشهوره جدا او الناس الاوبيس حد بياكل كتير عارف رايك الفاير عنده بالهبة ايه؟ او ابيتا لايكوبروتين انتوا عارفين حاجه اسمها لايكوبروتين؟ ايه اللايف بروتينز دي؟ دي البروتينات اللي بتشيل مين؟ بتشيلها ليه؟ عشان توصلها للمكان اللي احنا عايزينها او تخلص منها مش كده ولا لا؟ طب ايه رايك لو فيها خلل؟ ممكن تقعد تترسب فين؟ مش عارفه تشيلها من الليفر فتبدا تترسب في ليه؟ في الليفر مثلا طب اسمع دي وعايز حد يشرحها لو واحد عنده مال نيوتريشن يحصل له فاتي ليفر لو واحد مستر بيشن يحصل له فاتي ليفر
لو واحد عمل دايت بس نظام غلط يحصل له بتاع ده يحصل له فاكهة تخيلوا دي يا ولاد قول ازاي يعني اقول لك يا ابني مش هو عمل دايت او في الترميشن وعنده ليبوزس كتير فبالتالي ممكن يحصل عنده ايه؟ يعني هو بيفت هو ده بيخس ولا فاكهة بس يحصل له فاكهة عادي فاهمني ولا لا؟ او بص يا دكتور دي كمان دي كمان لو حد عنده ليبيد ستورج ديزيز يا ملوك الاطفال ها؟ مش عايز مع الجلايكوجين وليه بتستطيع حسب الألمان بيك ولا اسمها ايه؟ لا ما أعطاوش حاجة كده ما أقول حاجة ما أعطاوش ما بيحبوا شوية اسمها ايه؟ الألمان بيك؟ ما فيش كده؟ بوش طيب الألمان بيك وانتو أطول أطول طيب خلاص يا خلاص يا دكتور ليه بتستطيع بيحاول يقوم هو الكامل خلاص؟ ماشي أو يكون حد بيشرب كحوليات كتير اكسسيف الكول انتيك الكونترا سيمبل ده مش بيعمل حاجه للكحوليات بالظبط فاهمني ولا لا؟ دكاترة فاتي ليفر وبريجنسي نفس الحاجة مع تكرارها يبقى دي كلها أسباب تؤدي إلى إيه؟ تؤدي إلى فاتي ليفر. هل الموضوع ده بنايم ولا في منه مشكلة؟ عايزين نفرق بين حاجتين. في كلمة اسمها ستياتوزس اللي هو فاتي ليفر وستياتو هيباتايتس. ستياتوزس وستياتو هيباتايتس. بص يا دكاترة كالعادة ده الليفر وده الهيباتيك لوبيول حلو كده؟ وجوه هنا في صفوف من الإيه؟ الهيباتوسايت خدت الهيباتوسايت بره خدت الهيباتوسايت خدت الشركه بره حلو كده دي النيوكلس بتاعتها بدا الفات يترصد هنا كنت الفات كده هنا فيزيكلز بس حجمها صغير والنيوكلس ما زالت في مكانها يبقى اسمها مايكرو يعني صغيره فيزيكولار استياتوزس مايكرو حاجه ايه؟ صغيره لانها حجمها صغير وبعدين ما زقتش النيوكلس ولا حاجه يلا اللي بعدها كلكم عارفينها بص يا دكتور دي نفس الهيباتوسايت حلو كده بس جت حته فات ايه؟ كبيره يبقى اسمها ماكرو فيزيكولار ودي مين؟ ها النيوكلس يبقى زقت النيوكلس فلما تكون حته الفات صغيره النيوكلس مكانها حته فات ولا حتتين كبار هيزقوا ايه؟ تبقى النيوكلس بتاعتي اكسنتريك مش مكانها المفروض تبقى سنترال تبقى مش مكانها تاخد المنظر ده اسمه ايه؟ شاطرين ها اسمها سيجنت رينج ابيرنس اللي هو شكل ايه؟ شكل خاتم لان دي حاجه ماكرو فيزيكولار الكلام ده كله بيحصل فين؟ جوه الليفر حلو كده؟ لو انا خدت بايوبسي ولقيت المنظر ده او ده ده اسمه ستياتوزس بس ده اسمه مايكرو فيزيكولار ولا اسمه ماكرو؟ حلو لغايه دلوقتي مرات بقى تروح جايه خلايا لينفوسايتس تروح داخله لي في وسط الايه؟ في وسط البتاع ده تروح داخله في وسط ال في وسط الدهون كده لو دخلت هنا لينفوسايتس تحولت من استياتوزس الى استياتو يبقى ايه الفرق بين الاثنين؟ عايزين نكتب هنكتب كلمه هي مكتوبه بس في النص كده مش عارف شايفينها ولا لا هي مكتوبه ضمنا يعني بس انت عايزين نوضحها لنفسنا مكتوبه؟ مع خطوط ايوه مكتوبه خلاص استياتوزس جاست ذا بوزيشن اوف فات موجوده صح صح موجوده مع خط صح استياتو يبقى كلمة استياتوز جاست ايه؟ The position of fat. استياتو هيباتيتس The position of fat and the infiltration by lymphocytes. The position of fat and the infiltration to and the infiltration of lymphocytes. عارفين بقى استياتو هيباتيتس فيها ولاد؟ عارفين استياتو هيباتيتس دي؟ استياتو هيباتيتس دي may progress to cirrhosis may progress to cirrhosis فهمتوا حاجة؟ may progress to cirrhosis عشان كده ايه؟ هتيجي واحد يقول لك ده الدكتور قال لي عندي دهون على الكبد دي حاجة خطيرة؟ مش خطيرة هو بنايم كونديشن ده لو حصل وده مش هبدل بالبتاع لازم تبقى مش هبدل غير بس طبعا ده نسبة وغير فانا بطمن الناس بس نقول لا ايه بقى؟ لا عايزين نظبط نفسنا نقلل دهون في الاكل مش عارف مع الفكره ممكن تدي حاجات زي الاوميجا 3 اللي هو الفات الكويس عارفين الدهون اللي عندنا البولي انساتوريتد فات اللي هو الاوميجا 3 ده بيتاخد عشان يقلل نسبه الدهون اكتر هو بيمسك الكوليسترول في صوره كوليسترول اسيتيت كوليسترول اسيتيت وهذا الكوليسترول اسيتيت لا يترسب في اي حته ويعمل اي مشكله يبقى البولي انساتوريتد فات كاتش كوليسترول الكوليسترول اسيتيت وده بيكون ملوش اي ضرر خالص عشان كده هو الاوميجا 3 ده موجود في ايه؟ مين شكل الدهون؟ دي الهرمون دي
يوز التكنولوجي. طب انت لو حد قال لك ايه زيوتك حلوه ولا كويسه؟ صح زيت الكتان اللي هو زيت الحار، زيت الكتان اللي هو زيت الحار، وزيت الزيتون زيت الزيتون، دول هم دول بس المسموح فيهم يعني. لا دول مين بس يعني لا الكلام ده، هو زيت الزيتون وزيت الحار فقط دول اللي فيهم بولي انساتوريت التالي. ايه وفي حبوب كثيفة ما بقول لك عايز احنا زيت اللي استخدمه عارف ايه طريقه اطبخ زيت ايه؟ زيت زيتون وزيت حار. طبعا ده تطبخ ده ولا بتاكله؟ طيب المهم يعني الناس اللي عندهم بتاع ده اسمها ايه؟ بيشتموا ايه؟ واحد ده جاي اي حاجه ثانيه فبتعمل دولار ولا عندي دولار عشان عايز تفتكر حاجه. طبعا لو دخلت في قصه السرور لو جيت تفحص الليفر هتلاقي كبير شويه بس صوص وراوند مش عارف تحس ولا هو مش بيغلف ليه؟ غير بسرعه فاهمني ولا لا؟ طبعا العلاج وعلاج السبب، حد وبيدي يخس شويه عنده مشكله في اللايف روتين ده فطار وكده يعني نقلل الدهون في الاكل نلعب رياضه ننظف اكلنا كله كلام ايه؟ العلاج وعلاج السبب عشان ما يحصلش بروجريشن لحاله سيركوزيس. فيها مشكله؟ فيها اي مشكله سهله. هيباتيك تيومر، هيباتيك تيومر عشان نضبط كل حاجه ايه كل حته كل بس الحته دي. الباتيك تيومرز يا اما حاجات بناين يا اما مالجنسي، والبناين دي اسمها ادينوما هيباتو سيلر ادينوما يا اما مالجنس، والمالجنس يا اما برايمري اللي هي الاتش بي سي هيباتو سيلر كارسنوما يا اما تكون سكندري، والسكندري هي الاكثر. فاكرين ليبتك ولا ايه؟ يعني ما عندي حاجه مثلا من اللنج ورايحه حاجه من العظم ورايحه، فبالتالي السكندري اكثر حاجه في الليبر. يعني كلمه سكندري مالجنس تيومر هي الاشهر طبعا، وطبعا في مشكله عندها ان هو جاي في الليفر كسكندري يعني الليفر في زون السكندري، طبعا ده خلاص يعني اند ستيج تعتبر. المهم الهيباتيك تيومر الهيباتو سيلولار كارسينوما من الحاجات المشهوره جدا، ومن الحاجات المشهوره عشان حاجه يا ولاد، عشان عندنا هيباتيت السي زي ما بتحصل في الرجال اكتر لما تحصل فوق سن ال 40 سنه. ايه هو البريسبوزنج فاكتور فور هيباتو سيلولار كارسينوما؟ انا اقول لك هيباتيت، وهيباتيتس سي از ذا كومنست لان هيباتيتس سي هو الاشهر، لكن هيباتيتس بي برضه يعتبر ريسك فاكتور. الكحوليات، الكوليك سيروزس، هيموكروماتوزس، فاكرين؟ الهيموكروماتوزس تلت الحالات بتدخل في مش قلنا لازم نعمل لهم نعمل سكريننج، تلت الحالات بتدخل في هيباتو سيلر كارسينوما. ممكن يا يكون السبب فانجل، حاجه اسمها افلاتوكسيس تطلع من حاجه اسمها اسبرجيلا، صح؟ تعرف الدوكسين دي؟ غير الجبنه البيضاء لما تسيبها كده لما تسيبها وبتاع عليها الريم الاصفر ده، اوعى تاكل الريم الاصفر ده فنجس اصلا، واخد بالك؟ ودي اسمها ده اسمه افلاتوكسين. او العيال اللي بتروح جيم وبتضرب حقن اللي هو الستيرويدز الاندروجين، دي حقن عشان تضم في العضلات. عشان دي على فكره من الحاجات الوحشه قوي. بص يا ولاد، الهباتيتس بي فيروس دي ان اي فيروس كان انتجريت ممكن يتعامل مع الهيومن سيلز ويؤدي الى كارسينوما وداون سيروزس. كمان مره هباتيتس بي فيروس كان انتجريت من الهيومن سيلز ويؤدي الى اتش سي سي من غير ما نخش في مرحله. حلو كده، يعني هباتيتس سي لازم نتكلم الاول. طب هل الكحوليات تعمل كارسينوما؟ هل الكحوليات تعمل اتش سي سي؟ مش كتير، قليل. يا سلام بقى لو الكحوليات معاها هيباتيتس، يعني لو الكحوليات معاها هيباتيتس ده اجمل حاجه في الكون، واخد بالك؟ اللي هو يدخل في هيباتو سيلولار كارسينوما. في مشاكل في هذا الكلام؟ طيب اللي عنده اولاد هيباتو سيلولار كارسينوما، انا بس الاول تسيب كده نفسك اسمع يعني اسمع. واحد عنده هيباتو سيلولار كارسينوما تفتكر بريزنت ما بصش في الكتاب هتعرف ازاي؟ ممكن اسمتوماتيك، والله عظيم يا ولد اسمتوماتيك، بيعمل تشيك ولا زوار ولا اي حاجه هوبا هتلاقي ناس اعمل برايفت سي تي في يومك بس. طب ايه حاجه عشان تبقى ميبي احتمال ايه تاني؟ ها؟ ايه؟ يستمع عبد الرحمن ولا ايه؟ بريدنج؟ تخيل انك خلاص
طيب واحد عنده ليفر سيروز دكاتره، واحد عنده هو خلاص ماشي بليفر سيروز طول عمره، يعني امتى تشك ان هو دخل في الجلطه الزائد؟ ها اصلا زاد جدا وكان اسحب منه عينه لقيته بقى هيموراجي وتنس، ها وخس جدا، قولوا اتكلموا خس جدا، ها دخل في هيباتك نيكروسي كذا مره ورا بعض، يعني حصل رابيد ديتيريوريشن اوف جنرال كونديشن وذ ماركت لوس اوف ويت، والاسايتس بدا يزيد والجونس بدا يزيد، مش كده ولا لا؟ الحاجات دي كلها اشك على طول دخل في هيباتو سيلر. على فكره يا اولاد هي المساله تيجي كده يقول لك نو فيجن وزيباتيت السي فايروس الرودس مش عارف ايه بريزنتد باي بروجريسيف لوس اوف ويت and increasing in jaundice with occurrence of hepatic encephalopathy والالترا ساوند فيها فوكال ليجن. فبيضحك ما يقول لك عنده ايه؟ عشان الكلام يعني كلمني ولا لا، فالموضوع بقى خلصان سهله سهله مش صعبه. فانت هتلاقي الايفيدنس دي كلها هتلاقي ادله. على فكره بس عايز اقول ممكن يبقى حد ما عندوش اي حاجه صدفه بنعمل له صدفه في اي ناس ونكتشف انها تيومر، لكن لو كان سيروتيكيشن نبدا نشوف. احنا بقى مش بنسيب نفسنا للشك. كل ست شهور الترا ساوند وحاجه اسمها الفا فيديو بروتين كلهم عارفين عشان يعمل سكرينينج. لان ايه اللي دايجنوز لما اعمل لها ديتكشن ايه اللي تكون في حته صغيره كده من الكبد ادخل شيلها، لكن لما تنتشر بقى تبقى مصيبه صغيره مش كده؟ لما تيجي تفحصه جنرال اكزامينشن جونتس وحصل له هيباتيك ماشي ده كله عصب، لكن وزنه هيبقى ايه؟ خاسس جدا. تيجي تفحص الليفر وصفور الليفر ويبقى هار وتندر. اسمع دي واسمع لو ده تيومر اهو جاي له دم من كل حته، حط السماعه هنا اسمع هيباتيك بروي. اسمع ايه؟ حط كده عليه اسمع هيباتيك. على فكره من ضمن الاسئله المشهوره تسمع ايه في الابدومين؟ تسمع ايه في الابدومين؟ اسمع انت السادة ساوند لو في دايلكت اسمع فينا ساوند، لو في هنا الارتري سوز هنا البروي، لو عندي هايلي فاسكولار هيباتيك تيومر عندي هيباتيك بروي. على فكره هيباتيك بروي دي وصفها دكتور مصري اسمها مأمون صايم. مأمون صايم واخد بالك اللي هو ايه؟ بسمع هيباتيك بروي على الهيباتوسيلولار كارسينوما عشان زاد البلاد سبلاي، وصوت اللي قلنا البروي هو صوت ميرمر عادي لكنه هيتسمع على مستوى ارثري. مأمون صايم اللي هو هسمع هيباتيك بروي. ممكن الاقي عنده اسايتس هيبقى تنس اسايتس ورابد ري اكيوميتد وهيموراجيك وحضرتك وفاكرين. طيب مين بريزنتد باي ميتاستاسيس؟ يجي لي فوكال ليجن في المخ هيمبليجيا ولا مصيبه سوداء؟ اعمل سي تي الاقي كذا ماس في البرين مثلا، يعني ممكن يجي لي من عظم عظمه بيوجعه اشعه العظم تلاقي ماس في ميتاستاسيس في العظم. كذلك اللانج ليفلت ما هو ده بيودي كلهم بياخدوا بعض يودوا لبعض يعني. او يحصل له بره مالينا سندروم مش دايما. يحصلوا بره مالينا سندروم. لانج ميتاستاسيس يعني ايه اللي بيحصل؟ مش معروفه لكن ربما يكون بتطلع هرمون. مش دي خلايا غريبه؟ ممكن الخلايا الغريبه تطلع هرمونات مثلا. يعني مثلا يقول لك ايه؟ يقول لك العين ده جاله بينكم بسطي، بس انت هتقول لي قديمه. ما هو اصلا هو عنده ليفر سيل فيلر، هو عنده ايه؟ بس يقول لك لا ده ممكن التيومر نفسه يطلع استروجين. ممكن يجي له هايبر كالسيميا. بيطلع بره. ترومور هرمون مثلا. طب بص يا دكتور ممكن العيان ده مثلا يجي له هايبوجليسيميا. ايوه عمال يطلع ايه؟ انسولين لايت او بيطلع مواد زي ايه؟ زي الانسولين. فاهمني ولا؟ يبقى على حسب التيومر ده بيطلع ايه؟ يبقى العين بدا يفسد. جيت افحصه لقيت عنده كاشيكسيا، جيت افحص الليفر بتاعه لقيته كبر بقى ريجولار بوردر بقى هارد وبقى تندر. لقيت الاسايتس بتاعه بقى تنس. لو جيت سحبت منه هيتجمع تاني بسرعه هيبقى هيموراجيك وكونتين مالجنانسز دي كلها تشخص. وفي نفس الوقت ممكن الاقي العيان جاي بميتاستاسيس للعظم او لللنج او للبرين، او يجي لي بره مالجنان سندروم جاينيكوماستيا بريكارنت هايبوجليسيميا، او يجي لنا بصوره هايبر كالسيميا اي حاجه تبع البارا مالجنان سندروم بتاعتنا. يبقى انا خلاص انا كده الشك هيبقى ممكن الحاله فيها ايه؟ فيها مالجنس. حلو كده؟ اعمل له حاجتين من الاخر يعني. اعمل الترا ساوند والفا كيتو بروتين. واللايت لاين قال حاجه وده المتابع في مصر يا اولاد. هو اصلا الفا كيتو بروتين ده مش سبيسيفيك. ده بيطلع مع حاجات ثانيه كتير. بعدين هو النورمال يقل من 20 نانو جرام. هلاقي الالفا كيتو اكتر من 200 نانو جرام، يعني ده بتاعته عاليه. وهلاقي فوكال ليجن بالسونار اكتر من 2 سم الدايمتر بتاعه. يبقى عشان اشخص اتش تي سي بعمل سونار والفا كيتو بروتين. هلاقي السونار مطلع فوكال ليجن
بقرة دي بيسموها بقرة، هتلاقي بقرة كبيرة، بقرة في الكبد. البقرة دي لو حجمها الدايمتر بتاعها أكتر من 2 سم، وكمان الألفا بيتو بروتين أكتر من 200، يبقى إحنا بنتعامل مع إيه؟ مع هيباتو سيلر كارسوما. يا دكتور في حاجة أضاف؟ أهم انفستيجيشن تراي فيزيك سي تي سكان، تراي فيزيك أشعة طبعاً بالصبغة. لازم أعمله الأول سيرام كريات، سيرام كريات بصوا كل الكونتراست ما فيه، بصوا من ساعة ما بدأنا ناخد من أول السنة كان في حاجة اسمها أسطر، كنت باجي عند الكورونري وكان صبغة، تصور لي الكورونري الصبغة دي كونتراست حلو كده. لو بكلمكم دلوقتي بقول لكم نعمل ايه تراي فيزيك، انا بحقن صبغه عشان تبين لي البلاس بيزلز بتاعه المالجنال سيلز والكلام ده. دي صبغه. لما اجي مثلا عايز اصور اللي هو الرينال بيلبس والحصوات والكلام ده، لما اعمل اللي هو لسه الاي ار سي دي من شويه بحقن صبغه في القنوات الماليه والبنكات. كل الصبغات دي الاكسكريشن بتاعها بيكون عن طريق كده. قول صباح الكل، قول صباح الكل. لازم قبل ما استخدم اي صبغه اكون عامله سيرم كرياتين، يكون اقل من 1.4 عشان ابدا اديله ايه. وعلى فكره لما بيعمل البروسيدور اللي عمله ده، عمل قسطره، عمل اي حاجه، ما يخرجش المستشفى بعده ساعتين بعدها، واقعد اقول لك ايه، اطلب ميه وعصير، اطلب ميه وعصير، هو عايز يعمل ايه؟ عايز يدخل الحمام يتاكد من الدنيا مالها. هو ده اللي اسمه ده ممكن يعمل ده بيعمل اتيو سيوبلر نيكروز، هناخدها قريب جدا اكيد من الدنيا. فاهم حاجه؟ يبقى المشكله في التراي فيزيك سي تي بعملها ازاي؟ لازم اديله صبغه، بس الصبغه فيها مشكله. لازم يكون السيرم كريات بتاعه. تقول له انت متضايق ايه؟ اقول لك انا خايف يكون عنده هيماتورينا. ولو هيماتورينا اعمل سي تي عاديه وخلاص، ممكن ما تبينش حاجه، هو الصغار زيها. فالدايت بقى قال لنا حاجه، الالترا ساوند مع الالفا فيتو بروتين. تفتكروا يا ولاد يعني ايه؟ الالفا فيتو بروتين ده مش سبيسيفيك، بس انا مش بقول لو جاي واحد الفا فيتو 1000 وما عنديش حاجه في الصغار، ادور على مريض في مكان تاني، مش لازم يبقى في ايه؟ فاهم حاجه؟ هو الفكره ان انا الاقي الاثنين مع بعض، انا ما قلتش ده او ده، ما قلتش ده او ده. عشان كده قلنا زمان لما نعمل سكرين نعمل الاثنين، الفا فيتو مع الالترا ساوند، حاجتين سيمبل وسهلين جدا، ومش الحاجه الغاليه قوي يعني، فاهمني ولا ايه؟ في حاجه اسمها كاربوكسي بروثرومبل، ده برضه ده يعتبر تيومر ماركر تاني، وفي حاجه اسمها جولجي مش عارف ايه ماركر، يعني كل شويه يطلعوا ماركر، لكن ستيل المتبع حتى هذه اللحظه. حتى لما جم عملوا الحمله بتاعت مليون صحه دي، لما يدوا واحد العلاج بتاع الفيروس، لازم يتاكدوا ان هو ما عندوش اورام، فبيعملوا الترا ساوند والفا فيتو بروتين، يعملوا الترا ساوند يعملوا الفا فيتو بروتين. لو عنده هيبات سيرفر كارسينوما هديله انتي فايرال اساسا يعني، اما الموضوع خلصان، فهمتوني ولا ايه؟ المهم يبقى احنا الانفستيجيشنز طبعا عايز تجود بقى جود، عايز تقول لي ليفر فانكشن، عايز تقول لي مش عارف، اعمل اللي عايز تعمله كله، اعمل اللي عايز تعمله كله. يقول لك هنا ممكن الالترين بوستاتيز يعني. ما هو ده سبيس اوكيوباين ليجن في الليفر يضغط على البايل كانالكيولاي اللي بيطلع هذا الالترين بوستاتيز مثلا يعني ماشي. كل ليفر فانكشن حصل فيها طبعا ديتيريوريشن رهيب جدا. تقول لي يا دكتور معانا ده بقى معاه برولونج بروثرومبل والسيرام ده طبعا والبلوج طبعا يا دكتور طبعا مش عايز كلام كل ده متفق عليه وانا فاهمه اصلا مش ده اللي انا عايزه انا عايز حاجه تشخص فالالفا فيتو والالترا ساوند واحسن من الالترا ساوند السي تي واحسن نوع من السي تي كلمه اسمها تراي فيزيك سي تي سكان خلصت يلا عالج يا بطل تقول لي الوقايه البروفيلاكسس او اللي هو السكريننج كلهم عارفينه السكريننج احسن ليه؟ فور ايرلي على فكره سكريننج لاي ورم سكريننج لاي ورم في الدنيا كل ما تكتشفه بدري كل ما كان بدل ما يجي لنا هو عمل متاسس هعمله ايه يعني؟ هو جالي وعنده متاسس هعمله ايه؟ طيب خلاص انا عملت البروفلاكسس بتاعي وقدر كده لقيت فيه فوكال ليجر وشخص ان هو تيومر ايرلي اعمل له اكتشاف ادخل شيل الحته دي شيء هو ليفر كبير ما شاء الله وله قدره رهيبه على ريجنريشن يقدر يعوض نفسه بسهوله جدا فانت حتى لو هتشيل حته بس تبقى متاكد من حاجه انه مش منتشر في اي حته مش عامل اي حاجه في مكان تاني ادخل ايه؟ شيله وقول الحمد لله الحته بدري وخلص فاهمني ولا لا؟ في احتمال تاني ان انا يكون خلاص بقى انتشر حدد لي بقى كيمو ثيرم ريديو ثيرم واخد بالك؟ بيعملوا حاجه يا ولاد بيعملوا حاجه اسمها كيمو امبلايزيشن شايفين التيومر ده؟ مش ده جاي له بلاس احمر؟ يدخل ياخد ايه؟ بلاس احمر بتاعه وعند الولاد في الحسين في كان اسمه راديو فريكونسي اللي هو وحده تبع التروبيكال وحده التردد الحراري بيعمل جلسات تردد حراري على الراديو فريكونسي
على الفوكال ليجن بحيث ان هو حاجه مهمه ايه؟ هيبدا يقل او حتى يعني ما ينفضش قوي او كلها محاولات انا ما بخرجش من الكلام المقلوب، انا بعمل سكريننج لو لحقته بدري اعمل له اديشن، ما لحقتوش كيموثيرابي راديوثيرابي راديو فريكونسي اللي انا بقول لكم عليها تبع راديوثيرابي راديو فريكونسي او كيمو امبولايزيشن، كل دي طرق للعلاج بتاع الايه؟ بتاع الاتش سي. بس اني واي لو الاتش سي سي دي اكتشفت يعني وما كانهاش بحاجه وما عملناش حاجه السرفايفر ريت لا يتعدى 6 شهور، يعني هو هاي جريد مالجنسي السرفايفر ريت لا يتعدى 6 شهور. طبعا في مصر كتير كتير ليه؟ عشان الهباتايتس سي فايروس. قشطه ماشي يا ولاد. على فكره ممكن يعالجوا ممكن يعملوا ترانس بطني. يعني لو واحد عنده لسه هو المرض لوكالايز هنا في الليفر وفي سيروزس وعرضه للاتش سي تاني فايه تعمل له ترانس بطني ربنا يحفظك. ماشي يا ولاد. بيعمل ايه في الليفر ترانس بطني؟ مين من العيال اللي بيعملوا ترانس بطني؟ خلصنا خلصت الحكايه؟ موضوع مهم. اي حد قادر يستلم الليفر بيزيد لابد ان اعمل له ايه؟ نفس مش احنا نبص نفتكره كده من الاول خالص من الاول عشان كل ما ننزل في اي حاجه نقول لك ايه؟ هو يعني كان علاج السيروز اخر حاجه نقول لك ما عندناش حاجه هيباتيك انجيفالوزي الليفر زيت فيلير احنا النهايه بتاعت فيلير زيروزز هيباتو سيلر كارسلوم انا اعمل ايه يعني؟ انا ايه الحل اللي اعمله؟ ان انا لابد ان انا اعمل هعمل ترانس بلانتيشن. اول ترانس بلانتيشن عمل سنه كام؟ شاطر والله. ها؟ موجودة في الكتاب؟ شاطر انا كنت لسه هفتكر ده بصير 1963 تمام. عملوها ازاي؟ بص الفرق اللي اقول لكم عليه الله يبارك لكم، لما جم فكروا يعني عشان يعملوا ترانس بلانتيشن عملوا ايه؟ جابوا ليفر بتاع واحد لسه ميت بوستر وزرعوه. حلو كده؟ دي اول فكره. ثاني فكره قال لك لا ناخد ليفر بتاع حيوان وزرعه. فجابوا ليفر ايه بتاع خروف وحطوه بني ادم، طبعا ايه ما اشتغلش خالص. في فرق. بعدين قال لك لا احنا لسه واحد يبقى لسه ميت فحاسه وهو متبرع يعني. هو موصي ان هو يعني يتبرع باعضائه يعني. فياخدوا سلايس كده من الليفر ايه ويزرعوها. الكلام ده كله هنكتب عليه ايه في الماضي. في الحاضر بقى الدنيا مش كده خالص. خالص. اللي انتوا شايفين اورث توبيك دي من ايه؟ دي من 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 جثه. والتيرو توبيك دي من ايه؟ من حيوان. وسبريد ليفر دي شريحه من جثه. شريحه من جثه. كل ده هنكتب جنبه ايه في الماضي؟ في الماضي الاليم. ده تاريخ الطب. اورثوتوبيك يعني من ايه؟ جثة. هيتيرو هيتيرو بايدة. ماشي؟ وسبريد ليفر يعني ناخد حتة حتة من الليفر ده من كادفر برضه من جثة. بس ناخد حتة. ماشي؟ اللي بيحصل دلوقتي بقى كله اللي هو ليفنج دونر ليفر ترانسبلانتيشن. ليفنج دونر. واحد عايش متبرع عايش. ليفر ترانسبلانتيشن زراعه الليفر ده اللي بيتحدث ايه اللي بيحصل؟ واحد عنده اند ستيج خلاص وقررنا وسنه لسه صغير مثلا اقل من 50 سنه اقل من 50 سنه وخلاص هو مش نافع الليفر بتاعه وقرر ان هو يعمله ايه؟ يعمل ترانسبلانتيشن. ده بيدوروا على حد من القرايب وبنته وابنه واخد بالك اخوه واخته كده دايما كده يكون حد من قرايبه. هو لكذا ميزه، اولا هتبقى التوافق بينهم اعلى دي حاجه. الحاجه الثانيه مش هنبقى فيها بقى نظام البيزنس يعني. نظام البيزنس اللي هو ازاي؟ اللي هو بقى التجاره والكلام ده، وان كان في بعض الدول يعني مثلا في الصين خلاص بقى في ناس هم ايه في حاجه اسمها تجاره الاعضاء ودي خلاص هي متاحه عندهم في القوانين بتاعتهم. احنا عندنا ما عندناش الموضوع ده. يعني حتى في ناس مصريين اتبرعوا في الكليه بتاعتهم. هو بيعملها في صوره تبرع بس هو في المستخبي كده بياخد ايه؟ يعني بصوا ببساطه القصه بتمشي ازاي؟ في دكتور بتاع زراعه كده، دكتور بتاع مسائل دول اللي بيزرعوا كده، حلو كده؟ الدكتور ده معروف ان هو بيزرع فبيروح لواحد يقول له انا ظروفي صعبه ومش عارف ايه وعايز ابيع الكليه بتاعتي. يقول له مش حاجه اسمها بيع، في حاجه اسمها ايه؟ وبيمضي على تبرع هو بيضمن ان هو يجيب له فلوسه، فاهمين فيها في المستخبي لكن ما ينفعش اقول انا اشتريت كليه من حد، دي اصلا يعني تجاره ممنوعه، فاهمين ولا
وتسمع بقى الحوادث بقى اللي كانت شرعان صغيره ويفتحوا بطنهم واعضائهم، هو ده عشان الفكره بتاعت التراث البلطشه يعني. اللي عايز اقوله لحضراتكم هو اللي بيحصل بقى ايه؟ احنا خلاص جبنا حبش ونبدا نعمل اختبارات التوافق. الهلا ماتشنج بقى والبلاد جروبنج والحاجات دي كلها. وبعدين هيدخلوا عمليات. الشخص المتبرع ده بيتبرع ب 55% من الايفر بتاعه. يعني انا بياخد معظم الرجل. هو بياخد اسمه. يعني عشان يدي الواحد بتاع هو لا الضروره. ما فيش من ساعه ما التاريخ ما بداوا يعملوها ما فيش دولار حصل له اي حاجه. اتعمل كتير يا ولاد على فكره، اتعمل كتير ومصر بتعمل كتير. ما فيش دولار حصل له حاجه. الدولار خلال من 4 لـ6 أسابيع بعد العمليه الليفر بتاعه بيرجع لحجمه الطبيعي. يعني الليفر فيه هاي باور فور ريجنريشن خلال من 4 لـ6 أسابيع حتى بيصمموه. انت من 4 لـ6 أسابيع رجعت ايه؟ رجعت نورمال ما عندكش اي مشكله. هياخدوا الحته دي او الجزء ده من الكبد ويبداوا يزرعوه في الشخص اللي عشان كده دونر. يعني المتبرع حي مش جثه زي زمان. هو ليفنج دونر ليفر ترانسبلانتيشن. فلما خدنا خلاص هو ما حصلوش حاجه تبدا تزرع. بس المشكله لما تزرع مهما كنت عامل توافق وحاجات لازم يحصل معانا. فبيدوا له ايه بقى؟ يدوا له كورتيزون بسرعات كبيره. بيدوا له اميونو سبريسيف دراكس. بص يا دكتور لدرجه ايه؟ ان مناعته تبقى زيرو. تقول لي يا نهار اسود. بيعملوا حاجه اسمها كبسوله. ايه الكبسوله دي؟ ايه؟ يعني ايه كبسوله؟ هي اوضه معقمه تماما محدش بيدخل اصلا. هيدخلوا الاكل باجهزه او بتاع او مثلا هو حد واحد اللي بيدخل بيدخل ايه؟ بيدخل معقم تماما. هيديله اكل وهيديله علاج وهيديله محاليل وهيديله ادويه بتاعته بس مش اكتر من كده. ولا بيشوف قرايبه ولا اهله. ابوك ما عندوش بس تليفون غريب ومعقم يعني فاهمني ولا لا؟ ولو ما عادش واحد التليفون اصل هو ما عنده ايه؟ ده هو ايه؟ ده هو بيتكتك على ايه؟ لا انتوا اصلا مش متخيلين. مش انا خايف يا ولاد. مش انا خايف بيحصل ريجكشن. طب والريجكشن ده مش عن طريق اجسام مضاده في جسم الراجل اللي اتبرعنا له في جسم المريض ده هيبقى عنده اجسام مضاده؟ مش كده ولا لا؟ فلازم ان انا اموتها كمان لفتره. وعلى فكره يفضل ماشي على الاميون سبريس مدى الحياه بس يقللوا له جرعات تدريجيا تدريجيا تدريجيا. ينظروا ولا لا؟ طيب عملنا عمليه الزراعه والحمد لله نجحت وقعد شهر في الكبسوله واموره كويسه وتحسن والدم بدا يخرج بقى. ممكن يحصل ريجكشن مع كل ده. ممكن يحصل نون فانكشننج جراف. يعني الحته اللي زرعت خاصه الواد لو كانت حرام. عارفين الحرام؟ اللي هم مسكوا الواد اللي ذبحوه خدوا الكبد كده خلاص مش هتشتغل. انا بقول لك مش هتشتغل مستحيل تشتغل. ما دول خلاص ما عندوش مشكله. يا سيدي ها هتعمل استراتيجي وبعدين مساحه حلوه. انت اصلا يا ولاد الليفر له القدره انه يزود الاكشن بتاعه 8 مرات. انت ثمن كبد ممكن يقفش يبقى كبد كامل سبحان الله. وبعدين هاي بس بص يا ولاد ممكن يحصل ريجكشن. ممكن يحصل نون فانكشننج جراف. يعني الحط ده ما يشتغلش. بص يا دكتور ممكن يرجع الاوريجينال ديزيز. يعني بص اقول لك حاجه هو كان عنده كان عندها اوتو ميتال هيباتايتس واخد بالك بس طبعا ايه لما ابتدوا يقللوا بقى جرعات الايمون سبريسيف والاسيون الحاجات دي يبدا يحصل ايه؟ ممكن هو ممكن دي كلها كحاجات ممكن تحصل. يعني ممكن يا ولاد ممكن ان الشخص ده هيحصل له حتى يعني يقول لك ايه هو كان عنده هيباتايتس. انا اول بنظف الجسم الهيباتايتس ازاي؟ ادويه وسحر ومش عارف ايه وانتي فايرال والكلام ده. انت لازم تنظف جسمه كويس قوي. ما هو مش منطق ان هو عنده الفيروس واللود بتاعه ماشي 5 مليون في الدم ودي تعمله زراعه يعني ايه الخيبه ده؟ مش كده ولا لا؟ فاهمني؟ طيب لما هنمشي عارف على كده على عمل تراس بلانتيشن على الاميونو سبريسيف ايه؟ هيفضل ماشي عليها مدى الحياه كويس؟ هل في ناس يبقى عندهم اند ستيج ليفر ديزيز وما ينفعش ان انا اعمل لهم ترانسبلانتيشن؟ واحد سنه كبير. واحد يا ولاد مثلا بص يا دكتور واحد عنده كارد بارمونري كومبليكيشنز عنده سي او دي وكور بارمونري وعنده ليفر سيل فيلير. طب هو انا هعمل له يعني رقم حسي انا عرض هو العمليه وخطوره ومش عارف ايه وهو فاي مود بالنسبه له فيلر بارت فيلر. طب انا عملت ايه يعني؟ بينفوني ولا لا؟ واحد عنده ايه؟ وكان الايز ده ايه؟ يعني اقول لك او لا، لكن الايز برضه هو فكره هو اصلا مناعته ضايعه ممكن يجي له اي انفكشن في اي لحظه، انا هقلل مناعته تاني ما هي اصلا خربانه خربانه فاهمني ولا لا؟ ف
فبالتالي في ناس ما ينفعش لو واحد عنده مورتال فين ترومبوز ما تزرعلوش. ليه؟ ما هو ده في مالينس وبعدين مورتال فين ترومبوز هو دلوقتي لو عملت زراعه ما انت ستيل في عندك ما انت نفس القصه الاسبرين فيبر والمورتال هايبرتنشن وبلاوي اخرى يعني الحاجات الكوارث الجامده قوي ما ينفعش تعمل فيها تراث الفاضيه. طبعا هو تراث الفاضيه ده حلم الناس دايما اللي هي صغيره يعني حتى عنده هيباتايتس سن 30 40 سنه ودخل فيه ليفر سيلفر ده طبعا بالنسبه له حلم وبتجيب نتائج حلوه. وفي ناس كتير على فكره في ناس انا اعرف ناس يعني زرعت وعايشه حياتها زي الفل والدنيا كويسه جدا جدا جدا. اوكي طبعا ما يجيش سؤال لكن تبعت الفكره بتاعتي. هيباتو ميجالي حفظ صام بس بقى انت تعمل عمل حسن يعني. هيباتو ميجالي انت تعمل عمل حسن هيباتو توكسيك دراكس هيباتو توكسيك دراكس خصوصا عند البنات لازم تجيب يعني هيباتو توكسيك يعني هيباتو لازم التناوب يعني بس ما تذكروش انا جبت لكم لسه ورقه كده فيها تجميعه هتبقى احسن من اللي معاكم يعني. يبقى دي هيباتو ميجالي من كامل عملي اجل الحته بتاعت الايه؟ بتاعت الهيباتو توكسيك هجيبها لكم في ورقه حلوه يعني. طيب احنا الامتحان موجود من بكره الامتحان بكره وبعده هيباتولوجي كامل معانا بتوع الاطفال. بكره هنبدا ان شاء الله في الجاسترولوجي. بكره هنبدا في الجاسترولوجي. قولي بس الاسبوع اللي جاي دكتور ايه؟ احنا الخميس اجازه. طيب مسافرين الاربعاء ما عندناش حاجه احنا كده ثلاث ايام. ما عندناش حاجه الخميس اجازه 25 الاربعاء. عيد تحرير سينا. فانا انصح حاجات مسافروا من الاربعاء. حلو كده؟ وتعالوا السبت. لا قوم قصه طويله للسبت. لو عايزين تاخدوا الاسبوع اللي جاي اجازه يبقى هناخد يوم الاربعاء ده الساعه 9 الصبح. فانا عندي شغل الساعه 8 يوم الاربعاء وناخد يوم الخميس اسبوع طويل. Right.